تخريبه من قبل طلاب الثانوية العامة. وزير النقل في الحوار اللي كنا أجريناه مع الدكتور مهندس سعد الجيوشي كان قال لنا إنه القطار اللي هيتم تخريبه هيتم رفع ثمن التذكرة فيه، الناس تتحمل، واللي هيقول طب أنا ذنبي إيه، ما أنت ممكن تتحمل بالصمت، إنك في حالة صمت على اللي أنت شفته، على حالة التخريب والتحطيم. طيب تعالوا نشوف إيه اللي حصل معايا الطالب أحمد علي، كلية الهندسة جامعة قناة السويس. يا أحمد أهلا بيك. أحمد سمعني؟ طيب وليد عمر طالب بالجامعة العمالية. يا وليد أهلا بيك. وليد نوطي التلفزيون يا وليد. وليد سمعني؟ يا وليد. طيب استاذ احمد ابراهيم المتحدث باسم وزاره النقل. استاذ احمد اهلا بيك. استاذ وائل واهلا بكل مشاهديك الكرام. ايه اللي حصل في قطار السويس؟ كيف تم تخريبه؟ ولماذا يحتج الطلاب على رفع ثمن التذكره؟ اتفضل. استاذ وائل، انت سيادتك ذكرت دلوقتي الحوار اللي اجراه الدكتور سعد الجيشه مع حضرتك، وقال لك لازم يكون في مسار امن للقطارات، والقطار اللي هيتم تخريبه الدولة مش هتتحمل ثمن هذا التخريب. اللي حصل بالامس ان مشاجرة في القطار بين طلبة، ويقال ان هي كانت بخصوص على فتاة او حاجة يعني بهذا القبيل. كان قرار الدكتور سعد الجيوشي الصارم اللي اول مرة يتخذ في تاريخ السكة الحديد ايقاف هذا القطار لحين اصلاح هذا التخريب الذي حدث على نفقة الذي تسبب فيه، أو نفقة المنطقة أو الأهالي أو الركاب اللي بيركبوه. كان نتيجة هذا القرار إيه يا أستاذ وائل؟ أن الدنيا كلها اتحركت، تم القبض اليوم على 7 من اللي قاموا بعملية التخريب، والتلفيات 31,000 جنيه. 31,000 جنيه بسبب خناقة على بنت. شوف يا استاذ وائل، 81 لوح ازاز، لوح الازاز استاذ وائل احنا بنصرف 5 مليون جنيه في السنه على الازاز، تقصير زجاج القطارات 5 مليون جنيه في السنه، يعني تعمل بيهم مصنع ازاز. ف السبع موجودين في النيابه، القطار ما زال متوقف. تعليمات الدكتور سعد الجيوشي لن يسير هذا القطار ما بين السويس والاسماعيليه الا بعد تحقيق مسار امن له. ليه يا استاذ وائل بقى؟ لان الراكب اللي جوه القطار انا مسؤول عنه، وانا لو ما حافظتش عليه سيادتك هتيجي تعمل تقرير زي اللي بتعمله من اول الحلقه عن الاهمال وعن وعن وعن. انا مش عايز اوصل للمرحله دي، انا عايز اامن الراكب وامن القطار وامن الممتلكات العامه. احنا لازم البلد دي يا استاذ وائل اذا ما كانش فيه انضباط مش هينصلح حالها. والدكتور سعد الجيوشي يصر على تحقيق اقصى درجات الانضباط في مرفق السكه الحديد اللي بيمس المال العام، اللي بيمس حياه المواطنين. طيب هو تم رفع كمان ثمن التذكره على اساس تعوض عشان ينفق منها على الاصلاح يعني. واحنا مش كده بالشكل ده، طالما ان احنا عرفنا مين اللي عمل الـ الجريمه هيتحمل هو نفقتها. عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو هذا القطار والله العظيم لو القطر لو دكتور سعد الجيوشي ما خدش هذا القرار، ما كان الناس اتحركت وما كانوا بلغوا عن اللي عمل الجريمه، وما كانت الشرطه جابتهم ولا النيابه بتحاكمهم دلوقتي. يعني الاهالي حتى يعني من نفسهم لما قالك طالما احنا اللي هندفع فاتوره الخسائر كلنا، لا هنجيب اللي عمل كده بقى. اتحركوا وتعاونوا بقى، ما انت كده الوقت هتدفع من جيبك. وعلى فكره لن يكون هذا القرار الاخير. من ساعتين كان في برضه في مانيا الشيحه على مزدقان، من ساعتين بالظبط او من 3 ساعات، خناقه ما بين الاهالي وحصل فيها ضرب نار، فتم ايقاف القطارات. خط الصعيد 12 قطر، كل قطر 40 دقيقه. قرار الدكتور سعد الجيوشي الان معرفه من تسبب في ذلك، وتم تحرير محضر له وهيتقدم للنيابه،
وهيتحمل تأخير هذه القطارات وتعطيل مصالح المواطنين. أنا معاك، الحسم مطلوب والحزم مطلوب، بس خلينا أسأل أحمد علي من الطلبة. يا أحمد أهلا بيك. أحمد، إيه اللي حصل في القطار يا أحمد؟ ليه بعض الطلاب زمايلك أشعلوا النار فيه؟ هو حضرتك يعني هم مش زمايلي بس، هم يعني طلاب من الجامعة حضرتك من الكلية، فهم اعترضوا بالنسبة للأسعار وكده، وحصلت بعض المشاكل. و الأسعار إيه؟ ما الأسعار تم الزيادة، مش عشان كان إصلاح تلفيات؟ حضرتك انا بصراحه كنت معترض بالنسبه للي هم عملوه، بس بصراحه ما كانش ينفع طب اتكلم ولا اقف بالنسبه للخناقه. انا خدت بعضه ومشيت على طول، ما رضيتش اقف بالنسبه للي حصل. بالنسبه لقيت حضرتك المشاكل ابتدت والدنيا اتدهورت، فما عرفتش اقف ولا اعمل اي حاجه بصراحه. هو ايه البدايه؟ خناقه بسبب البنات، مش كده ده البدايه؟ هو حاجة زي كده يا فندم. وحضرتك المشاكل دي يعني ممكن بتحصل مثلا كل يوم مثلا او كل يوم تحصل، ماشي، بس ما نولعش في القطر. ما تحصل دوم الدولة يعني. هل خناقة بين طلاب على نجوى ومنال الدولة تدفع 31,000 جنيه اللي هو الشعب هيدفعها مش الدولة؟ تمام، الدولة ما بتدفعش، ده انت اللي هتدفعها والشعب اللي هيدفعها. أكيد صح يا فندم، أنا معترض والله بالنسبة للي حصل. وحضرتك أنا اللي أعرفه يعني إن هم يعني كانت خناقة كمان كبيرة مش صغيرة، ويعني حصل فيها بعض يعني نار وخناقة ضرب بين نار وكده. فأنا لا، وحصل كمان إطلاق يعني في العيال معاه مسدسات ولا إيه؟ لا يعني هو اللي هو حاجات الخرطوش وحاجه زي كده اللي على مسنات يا فندم، حاجه بسيطه، خرطوش وحاجات زي كده. يا احمد الخرطوش ده ما هو بيموت على فكره، يعني من مسافه قريبه يموت. يعني معهم خرطوش فعلا؟ ما اعرفش حضرتك، ده انا حدث اللي انا سمعته حضرتك يعني. طيب خليني في كل الاحوال بتوجه لك بالشكر يا احمد. معايا كريم من شهود العيان. كريم طالب ولا ايه يا كريم؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، انا كريم عبد كريم المعين. انت طالب؟ انا كريم عبد المعين، مدير مكتب الميسا في السويس. مدير ايه؟ مدير مكتب جريده الميسا في السويس. اهلا بيك، اهلا بيك كريم. استاذ وائل، يمكن احنا بس نرجع للمشكله في الاساس. حصل بالفعل خناقه جوه القطر، ونقدر نقول ان المشاكل متكرره في قطار السويس الإسماعيلية وقطار السويس القاهرة، ويوميا هناك مشاجرات تتم داخل القطارات. رقم واحد، نقدر نقول ان في غياب أمني واضح في تأمين القطارات. الأهم من كده وكده ان شعب السويس بيشتكي دوما من سوء حالة القطارات، وهي قطارات غير آدمية. كل ده كريم ما احنا ناقشناه. ما هو سوء حالة القطارات ده تقتضي اولا ان المواطن يدفع ثمن التذكرة وهو مدفع، تقتضي ثانيا انه يحافظ يتعامل مع القطار على انه بتاعه، انه ملك للشعب. كلنا هل ده بيحصل؟ كلنا متفاهمين كده في السويس، لكن احنا السويس محاصرة. السويس محاصرة لان في سوء حالة الطرق اللي موجودة. المحاور الرئيسية في السويس ما بين السويس الاسماعيلية والسويس القاهرة والسويس عين السخنة، خاصة السويس القاهرة بيتم الاصلاحات فيه من اكتر من سنه ونص، حتى هذه اللحظه لم يتم الانتهاء. اصبح البديل بالنسبه للمواطنين البسطاء ان هم يلجأوا الى القطر، يحافظوا عليه بقى، يحافظوا عليه. ايه اللي حصل؟ هل في خناقه يا كريم حصلت؟ بالفعل هو حصل خناقه ما بين مجموعه من عمال بيعملوا في الرخام، كانوا راكبين جوه القطر، حصلت مشكله مع بعض الطلاب. جابوا زمايلهم وكانوا بيدوروا على العمال، وقامت مشاجره، وبالفعل كسروا الالواح الزجاجيه في القطر. يمكن احنا دايما بنقول ان في غياب امني، وكان المفترض ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه سريعا
مع هؤلاء الطلاب والا يحمل المواطنين البسطاء قطر السويس الاسماعيليه، ده اللي بيركبوا البياعين، اللي بيركبوا العمال، اللي بيركبوا السيدات اللي بيجوا من فايد ومن الاسماعيليه عشان يبيعوا شويه سمك في سوق الانصاري في السويس، ان احنا نحملهم تكلفه زياده عن سعر التذكره الطبيعي، فانا شايف ان ده ظلم للفئه البسيطه. ولكن هو الوزير محدد، والحقيقه المجتمع معاه في ده يا كريم، لما في قطار يتم تخريبه هيقف لغايه ما هيتعطل، والناس هيتم زياده سعر التذكره على هذا الخط تحديدا. ما هو الخط ده حضرتك مفيش بديل ليه في السويس، هو خط واحد فقط، والطريق اللي موجود ما بين السويس والاسماعيليه طريق لا تصلح ان فيه تمشي فيه العربيات. استاذ وائل، احنا بنقول للمهندس سعد الجيوشي، وهو كان قبل ان يكون وزير هو كان رئيس للهيئه العامه للطرق والكباري، احنا بنطالبه طور لنا طرق السويس الاول، وبعد كده قبل ما تاخد قرار بان انت توقف قطر شوف الطرق المتهالكه. احنا حضرتك طريق السويس الاسماعيليه بقالنا سنين بنطالب بتطويره، طريق السويس القاهره اللي لما فكروا ان هم يطوروه طوروه من ناحيه اولاد الزواج، بمعنى ان بدا يطوروا من ناحيه مدينتي والرحاب والتجمع الخامس، وساب الجزء اللي من ناحيه السويس بقالنا سنه ونص بنطالب بتطويره. طب في المقابل لما نيجي نقول ان خطوط السكه الحديد وعربيات الاطارات لا تصلح، الناس اللي بتركب الاطارات مثلا عن القطارات ما بين السويس والقاهره بيتضربوا بالطوف في منطقه عين شمس، بيتعرضوا. طيب خلينا نسال الاستاذ احمد ابراهيم متحدث باسم وزاره النقل. الاستاذ احمد كريم بيقول انه السبب يعني الطرق سيئه، فالناس كلها بتلجا للسكه الحديد، فما ينفعش تحملهم عبئا اكبر حتى لو تم تحطيم وتخريب القطار. يعني استاذ وائل، هو اولا مع احترامي لكلام الزميل الصحفي، طريق السويس القاهره بيتعمل فيه شغل مش لاولاد الزواج، ده طريق السويس القاهره بيتعمل فيه اول طريق رصف خرساني في مصر عشان الشاحنات، واحنا كنا لسه عليه انا يعني مع سياده الوزير اول امبارح، كنا عاملين عليه جوله ونتفقد الشغل اللي فيه وبيسرع فيه بشكل، بيتعمل طريق السويس القاهره هيبقى مفخره لكل الطرق اللي في مصر. مش متعمل لاولاد الزواج بس، هيبقى افضل طريق في مصر ان شاء الله، وخلال يعني شهور قليله هيتم تسليم بالطريق وهيشتغل. بس زي ما بقول لحضرتك ده مش، واحنا بنعترف ان في مشاكل في الطرق، احنا ما بنقولش الطرق بتاعتنا طرق باوروبا، لا احنا عندنا مشاكل لا حصر لها ولا عدد. انت حضرتك لسه كنت بتعرض تقارير في كل قطاعات الدوله كلها مشاكل اصلا، ولكن مع المشاكل في شغل بيتعمل، في شغل حقيقي بيتعمل في البلد وهنلمسه قريبا، وهذا ليس مبرر ان انا اطلع اكسر قطر والقطر هو مين اللي متفع بيه ومين اللي بيدفع ثمنه زي ما سيادتك بتقول، ما هو انا وحضرتك والمشاهد هو اللي بيدفع ثمنه، والحكومه ما بتدفعش حاجه من جيبها اصلا. وبعدين نقطه اخيره، الوزير خلاص طالما ان احنا عرفنا مين المتهمين وحددناهم هي هم اللي هيتحملوا ثمن التخريب، واهاليهم تتحمل ثمن التخريب عشان خاطر يربوا اولادهم ازاي يحافظوا على المال العام وازاي يتعاملوا مع المال العام بشكل محترم. وقرار الدكتور سعد الجيوشي ما زال القطر هيفضل واقف، هيظل شغال متوقف لحين اخذ اقرارات على هؤلاء وعلى اهاليهم بانهم يتحملوا تكلفه ال 31,000 جنيه. دولة مش هتدفع حاجة من جيبها في هذا القطار، لأن ما عندناش بديل أصلا له، احنا عندنا يعني بنصارع الزمن عشان خاطر نصلح قطارات في السكة الحديد وندخلها الخدمة وما إلى ذلك. قطر السويس الإسماعيلية متوقف لحين تحقيق مسار آمن وخلاص الداخلية وتنسيق مع وزير الداخلية ووزير النقل تم بالفعل تأمين المسار، وجالنا خطاب النهارده من شرطه النقل والمواصلات قالوا خلاص المسار ان شاء الله هيكون امن والشرطه متواجده، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الفلوس لازم تدفع في خزينه الدوله اللي هم ال 31,000 جنيه. 31,000 جنيه خسائر بسبب خناقه بين الطلاب في القطار على البنات، فالشعب يتحمل هذه التكلفة. وزير النقل استنى قاعدة، قال
انه القطار اللي هيتم تخريبه من يعني يستخدمون هذا القطار بشكل منتظم.